انضموا الينا عبر الهاتف الشيخ الدكتور حمد بن محمد الغماس، رئيس مجلس اداره شبكه قنوات المجد الفضائيه. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك دكتور حمد. الحمد لله على هذه السلاسة في انتقال الأحكام التي الأوامر الملكية التي كانت اليوم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد. وأنتم عبر حسابكم في تويتر دكتور حمد كانت لكم هذه المبايعة، تعليقكم. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله، ولا شك أن هذه السلاسة في انتقال السلطة والمسؤوليات هي نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد، لأنها هذا الذي يحصل بأنه الانتقال يكون فيه لا شك أنها مسؤولية. والكلمات التي قالها الأمير محمد بن نايف وفقه الله حينما ترجل عن هذه المسؤولية قال انتهت يعني مسؤوليتنا وبقي الدور عليكم او شيء من هذا الكلام. نعم. ولا شك ان هذه حينما تنظر على انها مسؤوليه وتكليف وخدمه لهذه البلاد، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الشعور يكون للناس خير وبركه ان شاء الله. انا طبعا لا ادري صوتي مسموع، انا داخل الحرم. مسموع جدا، تفضل. ان شاء الله سبحانه وتعالى ان تكون الدعوات وصلت ان شاء الله الى الله سبحانه وتعالى بان يحفظ بلادنا وان يتم عليها امنها وحفظها ورعايتها يا رب. ولا شك ان هذا الذي يحصل يعرف قدره الناس الذين يعيشون بالقلاقل والفتن والمشاكل التي تحصل في كثير من بلدان المسلمين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل بفرجه للمسلمين يا رب بأن يتم عليهم النعمة ويحفظ بلادهم ويبعد عنهم الشر والأشرار وفئدة الشر. هذه النعم التي تحصل لله الحمد في الثلاثة إتقان السلطات والمسؤوليات هي خير عظيم. سمين نحمد الله سبحانه وتعالى أولا على ذلك، ونثني على الذين تركوا المسؤوليات، وندعو للذين تحملوا هذه المسؤوليات القادمة بأن الله يتم عليهم العون والتوفيق والسعد والمدد، بأن يكونوا رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وخيرا لبلدانهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. دكتور حمد، اعتدنا من شبكة المجد الوقوف بجانب الحكومة السعودية وكذلك بجانب هذا الوطن الغالي بلاد الحرمين الشريفين، ما هو موقف شبكة المجد من هذه الأوامر الملكية؟ لا شك أولا السمع والطاعة لولي الأمر بأن نقبل الجهة التي يكلفها ولي الأمر بالمسؤوليات بأن نسمع لهم ونطيع بالمنشط والمكرة، وأن ندعو لهم بالعون كما قال الإمام أحمد الدعوة أني لا أدعو لولي الأمر بالدعوة الصالحة لما يرجى من هذه الدعوات أن ينال الخير عامة المسلمين منها. وشبكة المجد بكافة فروعها وشبابها ورجالاتها إداريها وفنيها يبايعون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له المدد والتوفيق والعون والسند، إنه جواد كريم. والمسلك في هذا هو السمع والطاعة والدعاء والعون بما يكون خير للمسلمين إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن الدكتور حمد بن محمد الغماس، رئيس مجلس إدارة قنوات شبكة المجد، شكرا لمشاركتك معنا.